طفلك لبن السرسوب أو المسمار من أول ساعة بعد الولادة حتى لو ولدتي قيصري. لبن السرسوب لونه أصفر وكميته كافية ليه، كمان مليان بروتين ودهون اللي بتغذيه، وفيتامينات وأجسام مناعية بتديله مناعة وبتحميه بعد كده من أمراض كتير زي الحساسية وارتفاع ضغط الدم والسكر. الرضاعة من أول ساعة وفي أي وقت بالليل وبالنهار هتساعدك على الرضاعة الطبيعية المطلقة.